انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناها على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. من أعجب الأمور إنك تلاقي ديانة سماوية تخلو من الحلال والحرام، فطبقا لعقيدة النصارى لا يوجد عندهم حلال أو حرام أو مكروه أو حتى مباح، مع العلم أن العهد القديم اللي بيؤمن بالنصارى مليء بالتشريعات والوصايا. ومع ذلك بولس مؤسس المسيحية نقض كل التشريعات دي وقال كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. النهاردة هنتكلم عن موضوع مثير للجدل بيدور حول وجود نصوص في الكتاب المقدس بتحرم الخمر ومع ذلك بيتم استخدامها في سر التناول. وعلى الرغم من وجود نصوص في الكتاب المقدس بتحرم شرب الخمر إلا أننا بنلاقي نصوص تانية بتجيز استخدامها، وحتى أول معجزة قام بها يسوع كانت تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. ده بيخلينا نتساءل ليه المسيحيين بيستخدموا الخمر في طقوسهم رغم وجود تحريم ليها؟ وعلشان نفهم الموضوع من رجال الدين المسيحي بنسأل سؤال بيطرح نفسه بشدة على الساحة. هناك سؤال يطرح نفسه بشدة على الساحة، ايه هو؟ موقف المسيحية من الخمر ايه؟ حرام ولا حلال؟ وهل المسيحية بتجيز أو بتبيح الخمر ده ولا لأ؟ هل شرب الخمر حلال في المسيحية؟ هل الخمر محللة في المسيحية؟ إيه؟ بتقول إيه يا زكريا؟ عيد السؤال تاني معلش. هل الخمر محللة في المسيحية؟ أيوة، حد يرد من رجال الدين المسيحي على زكريا بطرس ويقول لنا هل الخمر محللة في المسيحية؟ المسيحية لا تحرم الخمر. أقول تاني. أيوه. المسيحية لا تحرم الخمر. الخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح. من وعده والنبي يا ري. كفاية بقى. ده كمان واحد. الخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح. فالمسيح لما جت العذراء قالت ليس لهم خمر، معناها البشرية كلها ما فيهاش فرح. طب ايه اللي عندكم؟ عندنا ميه. قال لهم خلاص هاتوا الميه انا احولها للفرح بتاعكم، يبقى بيملانا بالفرح. هل الخمر مش حرام في المسيحيه علشان هي بترمز للفرح ولا علشان سبب تاني؟ في المسيحيه مفيش حاجه اسمها حرام وحلال. المسيحيه ما فيهاش حاجه اسمها حلال واسمها حرام. صح؟ ما عنديش حرام وحلال. أما الأنبا شنودة بابا الكنيسة السابق فكان لي رأي مختلف شوية عن مسألة تحريم الخمر. كنت أشوف هقول لكم رأينا في الخمر يعني. الكتاب المقدس لم يحرم المادة لكنه حرم الاستخدام السيء للمادة. يعني ما فيش مادة حرام، لكن إذا استخدمت المادة استخداما سيئا فهنا يكون الحرام. فالخمر كمادة ليست حراما، وإن كانت حرام ما نقدرش نستخدمها
في الأسرار المقدسة في سر الإفخارستي إن كانت حرام. وعلى هذا الأساس يسمح الأنبشنودة بشرب الخمر في حدود معينة ولأسباب معينة وليست مطلقة. وطبعا معظم المنصرين أخذوا رد الأنبشنودة وبدأوا ينشروه على قنوات التنصير وعلى قنوات اليوتيوب على أساس أن ده رد المسيحية على مسألة موقف المسيحية من الخمر. الخمرة مش محرمة كمادة كحول، لكن المحرم هو تعاطي هذه الخمرة. الخمر في حد ذاتها كخمر ليست حرام وليست ممنوعة، لكن كيفية استخدامها هي اللي تعد كخطية. المسيحية محرمتش الكحول كمادة، لكنها ضد الخمر لو أدى إن الشخص يكون سكران أو وصل لمرحلة من إدمان الخمر. يعني الكتاب محرمش الكحول كمادة، لأن العهد الجديد محرمش شرب الخمرة لكن حرم السكر. ولا سكيرون يرثون ملكوت الله. فإذا هو لم يجرم المادة لكن جرم فعل السكر. الكتاب ما بيحرم شرب الخمر، بس بيمنع أنه الإنسان يستخدم الخمر كرمال يوصل لمرحلة السكر. لأن ما بدنا ننسى أنه أول أعجوبة عملها الرب يسوع المسيح كانت أنه حول المي لخمر. وكمان ممكن نشوف من خلال كم آية بتدل على أنه المسيح شرب خمر بمناسبات مختلفة. في الحقيقة إن المسيحية ما بتحرمش استخدام المادة، لكن بتحرم الاستخدام السيء للمادة. إيه بقى الكلام ده يا ابونا؟ إيه الفتاوى دي حبيبي؟ إيه الخمر وطاعة الخمر؟ طب ما هو الخمر هي طاعة الخمر، هو في إيه؟ إيه بقى الفتاوى دي يا نصارى؟ إيه الخمر وطاعة الخمر؟ طيب ما هو الخمر هو طاعة الخمر، طيب هو في إيه؟ في ملاحظة لفتت انتباهي في بداية كلام الأنبشنودة لما قال هقول لكم رأينا في الخمر. فهل إجابة سؤال عن العقيدة يعتبر إبداء رأي؟ معنى كده إن مفيش وصايا كتابية أو موحى بها من الله بتوضح العقيدة. يعني ممكن رأي الأنبشنودة يكون مخالف لرأي كهنة تانيين، لأن نصوص الكتاب المقدس متناقضة في مسألة الخمر. السؤال اللي السائل سأله للبابا شنودة يوضح تخبط المسيحيين وعدم وضوح شريعتهم. المسيح ده فاكر ان الكتاب المقدس بيحرم الخمر، لكن اجابة البابا شنودة بتثبت العكس. لو سألنا مسلم بيشرب خمر عن حكمها في الاسلام هيقول انها حرام حتى لو كان بيشربها. اما المسيحيين نلاقي شريعتهم مش محدده ومش واضحه وما عندهمش ما يعرف بالمعلوم من الدين بالضروره، وده طبعا ناتج عن تحريف الكتاب المقدس ودخول اهواء البشر في كتابته. الأنبشنودة بيقول ان الكتاب المقدس محرمش الخمر كماده، لكنه بيحرم الاستخدام السيء ليها. والراي ده بيعني ان الخمر في حد ذاتها مش حرام، لو كانت حرام ما كانتش هتستخدم في سر الأفغارستيا أو التناول. وده اعتراف إن الخمر بيستخدم في سر التناول، والمسيحيين بيؤمنوا إنها بتتحول لدم المسيح بعد حلول الروح القدس عليها. وهنا لازم نسأل عن طبيعة الدين اللي بيعتبر الخمر جزء من عقيدته ومش ممكن يستغنى عنها. لكن العجب هيزول لو عرفنا إن سر التناول مأخوذ من الديانات الوثنية اللي كانت منتشرة في الدولة الرومانية، وده دليل على الجذور الوثنية للمسيحية. فالخمر ليست ملعونة ولكن السكر ملعون. الآية اللي قلتها برضو بتاع خمرا ومسكرا لا يشرب على يوحنا المعمدان لأنه نذير الرب، وكان النذير خمر ومسكر لا يشرب. وعبارة خمر ومسكر لا يشرب فيها تفريق بين الخمر والمسكر، يعني كانت الخمر دي غير مسكرة، وإلا ما كانوش قالوا خمر ومسكر، يعني ده شيء وده شيء. طبعا الخمر غير المسكرة اللي ما فيهاش نسبة من الكحول تسكر. ما قالنا النص بتاع شمشون خمرا ومسكرا لا يشرب، خمرا كمان عشان ما حدش يقول مسكر بس، لا حتى لو سبت السكر الخمر كمان لا يشرب لأن نذير الرب. الأنبشنودة بيقول إن في فرق بين الخمر والمسكر، واستشهد باللي ورد في إنجيل لوقا وخمرا ومسكرا لا يشرب. النص ده ما ينفعش نستخدمه علشان نقول إن الخمر مش مسكرة، لكن ممكن نستنتج إن الخمر مسكرة لكن في خمور أقوى من التانية في السكر.
وده باين من استخدام كلمة strong drink في الترجمة الإنجليزية. And shall drink neither wine nor strong drink. البابا شنودة بيحاول يوضح ان الفرق بين الخمر والمسكر بيعتمد على نسبة الكحول، لكن الحقيقة ان نسبة الكحول بتحدد الكمية المطلوبة للوصول لحالة السكر، مش كون المادة مسكرة او لا. يعني مثلا البيرة اللي هي اقل المشروبات الكحولية في نسبة الكحول بتحتوي على نسبة 4% الى 6% من الكحول، نفس النسبة اللي موجودة في الأباركة اللي بتستخدم في سر التناول في الكنائس، لكنها مسكرة بس بتحتاج كمية أكبر من البيرة علشان توصل لحالة السكر اللي ممكن توصل لها بشرب كمية أقل من خمر في نسبة أكبر من الكحول. لكن تبقى الحقيقة إن كل حاجة فيها كحول مهما كانت نسبته قليلة فهي مسكرة. من المعروف علميا إن الكحول سريع الامتصاص في المعدة والأمعاء الدقيقة وبيوصل بسرعة لمجرى الدم، وبعد كده بيتخلل كل أنسجة الجسم بسهولة شديدة ومن ضمنها خلايا الجهاز العصبي المركزي. الكحول بيأثر حتى ولو كان بكمية ضئيلة جدا حوالي 3% على وظائف الخلايا العصبية، وبيبطأ من انتقال التيارات العصبية بينها، وده بيؤدي لتقليل التركيز واختلال في الحركة وعدم القدرة على الحكم الصحيح على الأشياء. الأعراض بتزيد مع زيادة نسبة الكحول في الدم، والجهاز العصبي بيفقد وظائفه تدريجيا لحد ما بتحصل غيبوبة وانخفاض شديد في معدل ضربات القلب اللي ممكن يؤدي للموت عند تركيز 35%. ولو وصل التركيز ل 50% الجهاز العصبي المركزي بينهار، وده بيسبب الموت. المشكلة ان الخمر في بداية تناولها بيدي شعور بتحسن في المزاج مع نشوة، وبعد كده الجسم بيطلب المزيد من الكحول، وده بيخلي شارب الخمر بيطلب المزيد منه. كل ما زادت نسبة الكحول احتاج الجسم للمزيد منه وهكذا. وهنا يكمن الإعجاز العلمي والتشريعي في الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا الحديث بيقطع الطريق على الإنسان أنه ينزلق متأثرا بالشعور الزائف بالنشوة في بداية تناول الخمر لتناول كميات أكبر، وبعدين يوصل لحالة من السكر أو حتى الموت. لذلك اللي قاله البابا شنودة أن المسيحية ما بتحرمش الخمر لكن بتحرم السكر غير دقيق ومنافي للحقائق العلمية عن إزاي نوصل لحالة السكر. لو كان التشريع ده من عند ربنا كان هيعمل على سد ذرائع، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: الخمر أم الخبائث. بعض البلاد الباردة جدا باردة جدا كانوا بياخدوا الخمر كشيء للتدفئة، يعني تلاقوا في بعض بلاد في غرب أوروبا وفي الخطوط المرتفعة شمالا ساعات توصل الحرارة ل15 تحت الصفر و20 تحت الصفر، ففي الوقت ده وسط البرودة الشديدة اللي بياخد كأس خمر لتدفئته، غير انت اللي موجود في القاهرة في حرارة 44. ايه بقى الكلام ده يا ابونا؟ والرد ده كمان اخدوا بعض القساوسة وبدأوا ينشروه لتبرير شرب الخمر عند بعض الشعوب المقيمة في مناطق باردة. راعي الغنم كان في فلسطين كان لازم يشرب خمر لألا يتجمد، لأن في الطقس في فلسطين ثلجي وهو في البرية. الخمرة في بلاد زي روسيا القطب الشمالي لو ما كانوش يشربوا ده مناخيرهم تنكسر أو دانهم تنكسر من التلج، لازم يشرب عشان الدم يجري. بصراحة تبرير غريب جدا، ازاي رجال دين يقولوا الكلام ده؟ ياريت حد من المسلمين المقيمين في فلسطين او حد من روسيا من البلاد الباردة يبعت لنا فيديو قصير على البريد الالكتروني الموجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، يقول لنا اللي مش بيشرب خمر بيتجمد ولا لا، او في حد مثلا مناخيره او ودانه اتكسرت من عدم شرب الخمر ولا لا. وبما ان التصريحات دي بعيدة عن المنطق ولا يقبلها عقل، طلع بعض رجال الدين وانتقدوا كلام الانبا شنودة وتلاميذه. يجي واحد يقول لك ايه، طب ما في اوروبا وفي امريكا عشان الدنيا ساقعه دي بتفتح لهم الدوره الدمويه. يا سلام، طب ما التكييف بيفتح الدوره الدمويه وفي 100 طريقه تاني. لا شك
أن الخمر مدمرة. واحد من السكرين كان مريض وراح للدكتور، فالدكتور قال له ابعد عن الخمرة. قال له الخمرة بتدفيني. قال له طب دي واحدة. راح جاب له حتة خشبة كده وراح مولع له طرفها وقال له دي قدامك خشبة مولعة، أولها جمر ونهايتها دمار، ده اللي بتعمله فيك الخمرة، تدفيك زي ما الخشبة دي اتدفت لكن بتحرقك. فلازم الإنسان يكون فاهم الحقيقة دي. فعلا في 100 طريقة، ومنها استخدام التكييف أو استخدام الدفايات المتوفرة في كل بيت في أوروبا والدول الباردة. وبيقول إن الخمر مدمرة، وده كان عكس كلام الأنبا جنودة وأتباعه من المنصرين وبعض كهنة الكنيسة اللي محرموش الخمر تحريم مطلق. وطبعا احنا تعودنا على تناقض رجال الدين المسيحي في أقوالهم في بعض المسائل اللي بيتم سؤالهم فيها، وطبعا كان لموضوع الخمر نصيب من التناقض ده. فبالرغم من تصريح الأنبا رفائيل ان المسيحية لا تحرم الخمر، وتصريح الأنبا شنودة اللي محرمهاش برضو تحريم مطلق، نلاقي رجال دين آخرين أفتوا بتحريم الخمر في المسيحية. المسيحيين ما بيحللوش الخمر. المسيحية لا تحرم الخمر. المسيحية ما بتبيحش الخمر. الخمرة مش محرمة. المسيحية ما بتبيحش الخمر. الخمر في حد ذاتها كخمر ليست حرام وليست ممنوعة. المسيحية ما بتبيحش الخمر. المسيحية ما حرمتش الكحول كمادة. المسيحية ما بتبيحش الخمر. العهد الجديد ما حرمش شرب الخمرة. المسيحية ما بتبيحش الخمر. الكتاب ما بيحرم شرب الخمر. المسيحية ما بتبيحش الخمر. في الحقيقة إن المسيحية ما بتحرمش استخدام المادة. المسيحية ما بتبيحش الخمر. والدليل على ذلك، خد كتابنا المقدس، لا تنظر إلى الخمر إذا أحمرت في الآخر تلسع كالحية وتلدح كالإفعوان. فلما الكتاب المقدس يقول ان شرب الخمر عامل زي الحية اللي بتلسع والإفعوان اللي بيلدغ، يبقى هنا الخمرة محللة. 30 ملي 30 ملي لا تسبب سكر. صراحة الناس بتتلكك، يعني واحد يقول لك ايه ده احنا فرحانين بالعيد كل واحد يشرب حاجة صغيرة. طب ما انت بتبتدي بحاجة صغيرة وبكرة تكبر. لو واحد في القعدة من مدمن الخمر هيخليك تشرب اكتر، البداية ممكن توصل للنهاية. فما يصحش حد يشرب خمر. المسيحية بتنهانا عن الخمر، ومن العهد القديم شوف يقول ايه، لا تشرب خمرا ولا مسكرا، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح في رسالة أفسس. تتلف الجسد وبعدين نقول نشربها. واللي يحزن ايه بقى، اللي يحزن محدش بيبيع الخمرة الا المسيحيين. حاجة تحزن بصراحة، يعني احنا نبيع واخواتنا المسلمين اللي عندهم تحريم كامل للخمر والمسيحيين يشربهم ويسكرهم ويتلفوا جسدهم ويدمروا بيوتهم ويدمروا ظروفهم الاقتصادية، وفي الاخر يبقى مين اللي باع؟ المسيحيين. طيب انتوا كده لغبطتونا وخلتونا لغاية الان مش عارفين هل الخمر حلال ولا حرام. وعلشان كده هناخد برأي أخير من القمص موريس عزيز ونسأله، هل شرب الخمر خطية وليها عقاب في المسيحية ولا لا؟ طبعا، وإلا ما كانش الكتاب يقول لا تنظر إلى الخمر. الكتاب المقدس يقول لنا في أسلوب واضح عن شرب الخمر، يقول يرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فينتزع الشر من بينهم. الوحي الإلهي حذر هارون بألفاظ واضحة في بداية عصر الناموس وقال له خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك لكي لا تموت. يعني معنى كده إيه؟ خطية وأجرة الخطية موت، ما تشربش لا خمر ولا مسكر لإلا تموت. أشعيا النبي يقول كده بالنسبة لشاربي الخمر، ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة
تلهيهم الخمر. الآيات كتير، حبقوق النبي، أنا لو أقعد وأجيب لك آيات مش هخلص. ولكن هل رجال الدين والمنصرين اللي بيقولوا إن الخمر مش محرمة ومش خطية مش عارفين النصوص دي من الكتاب المقدس؟ لا، هو المسيحيين عارفين إن ده غلط. إذا كان في بعض الناس قلة من المسيحيين بيحاولوا يتجاهلوا الحقيقة زي ما ناس كتيرة بتتجاهل خطايا معينة، الكتاب المقدس يقول لنا على فم موسى النبي بينبهنا كده ويقول لنا ان ربنا بيصب جام غضبه على المستريحين في صهيون الهازرون مع صوت الرباب الشربون من كؤوس الخمر. والكتاب المقدس مش عايز الناس تبقى في حالة استرخاء وتهاون مع الخطية، عشان كده يقول لنا ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة، بيطالبنا ان احنا نعمل عمل الله بطريقة مقدسة، وبيقول لنا ان احنا نبعد عن الخمر اللي فيها الخلاعة. ودي رسالة للي بيقولوا ان الخمر مش محرمة وان شرب الخمر ليس خطيئة. المفاهيم لازم تصلح. الكتاب المقدس يقول لا تنظر الى الخمر، الكلام ده نلاقيه في امثال 23، لا تنظر، امر قاطع وصريح لا تنظر. زي السيد المسيح لما قال من نظر الى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه في متى 5، كلمة قوية لا تنظر، هي بنفس الطريقة لا تنظر. الامور الثانية الكتاب المقدس يقول لنا الفاظ واضحة، يعني يقول ويل للشاربين من كؤوس الخمر، للشاربين. ولما يقول خمرا ومسكرا لا تشرب، الملاك لما ظهر لامرأة نوح وقال لها احذري لا تشربي خمرا ولا مسكرا، لا تأكلي نجسا، لان الصبي يكون نذيرا لله من كل ما يخرج من جسمه الخمر لا تأكلي. واحنا مفروض ان احنا كلنا للمسيح، احنا ولاده، احنا بولس الرسول خططتكم عذراء لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، جعلنا ملوك وكهنة، فالمفروض ان احنا نبقى في صورة افضل من الصورة دي. الكتاب يقول ليس للملوك ان يشربوا خمرا، فاحنا ازاي نبقى ملوك وكهنة واحنا بنشرب خمر؟ ولكن الانبا شنودة معلم الاجيال كما يسميه اتباعه كان ليه رأي صادم. لو قلنا ان الخمر حرام كمادة يبقى لا نستطيع ان نستخدمه في سر الافخارستية المقدس، ما نقدرش نستخدمه في القداس الالهي اذا كان مادة حرام. لا يمكن ان نقدم شيئا حراما على مذبح الله القدوس ونصلي عليه. تقول لي ده احنا بنشرب دم المسيح مش الخمر. ابونا بيجيب كمية بسيطة خالص رغم ان هو عصير بحط فيه عليها مية، وكل واحد من المتناولين في الكنيسة بياخد نقطة او نقطتين ولا حاجة، ده عصير مش خمر. لكن هو خمر. يعني النصارى بيشربوا خمر وبيقولوا عليه دم المسيح، وبيأكلوا خبز ويقولوا عليه جسد المسيح. وعلشان ما ننساش، المسيح في عقيدة النصارى حول المية الخمرة. انه اول اعجوبة عملها الرب يسوع المسيح كانت انه حول المي لخمر، وكمان ممكن نشوف من خلال كم آية بتدل على انه المسيح شرب خمر بمناسبات مختلفة. وفرحان قوي وهو بيقول في كم آية بتدل على ان المسيح شرب خمر في مناسبات مختلفة، ولا عجب من ذلك. فالكتاب المدعو المقدس بيأكد ان كان شرب خمر وبيحب الخطاة كمان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر محب للعشارين والخطاة. والأعجب من كده إنهم بيمدحوا يوحنا المعمدان لأنه ما كانش بيشرب خمر. عدم شرب الخمر هو أحد أسباب عظمة يوحنا المعمدان. يعني كده نستنتج إن يوحنا المعمدان أعظم من المسيح لأنه ما كانش بيشرب خمر. يعني المسيح كإله في اعتقاد النصارى كان بيشرب خمر، ويوحنا المعمدان اللي هو مش إله يطلع أعظم من الإله. طيب حد يعرفنا مساوئ وأضرار الخمر اللي بتستخدم في سر التناول المقدس عند النصارى؟ الإنجيل فيه 30 آية ضد الخمر، والناس مش راضية تقتنع بكده، وللأسف بنجاري المجتمعات على حساب كلام ربنا. ما تنسوش أن هذه الخطية أسقطت عظماء
مين يقول نوح رجل الله العظيم اسقطته شرب الخمر؟ هو ده كان بيسكر؟ عمره ما كان بيسكر ولا يعرف يعني ايه سكر. نسي نفسه لما استباح شرب الخمر، انتهت نهاية مأساوية، وكان عن خد لعنة بسبب كده. الحفلات اللي جت في الكتاب المقدس فيها خمرة كلها انتهت نهايات وحشة. هيرودس لما شرب قتل يوحنا المعمدان. بلشصر لما شرب طلعت اليد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنها، مات في الليلة دي. أحشاويرش لما شرب طلق مراته وشتي، والست ما كانتش عملت حاجة يا عيني، لكن هي ايه فجأة كده قال استدعولي مراتي افرجها عن الناس، صعب عليها قالت لا انا ما اروحش انا يعني كرامتي كمالكة، قامت انتهت بقصة وحشة. ليه نتمسك بالقضية دي؟ يعني انا بيصعب علي ان المسيحيين اللي فداهم المسيح وعنيهم على السماء يفصلوا في الموضوع ده كتير. كيف نشهد لإلهنا واحنا نتمسك بشيء نرى نتائجه السلبية في اولادنا؟ يا ما شفنا ناس اتبهدلت صحتها ويمكن ضيعوا أبديتهم بسبب القضية دي، ونرجع نتكلم فيها كتير وكأنها مش عارفين نعيش من غيرها. يعني ده إن كان اللحم يعصر أخي لن أكل لحما، يعني اللحم المفروض أهو أكل طبيعي بقى يعني، لكن لو حسيت إن ده بالذات هيتسبب في عصر الإنسان بزيادة، طب ايه رأيكم ان الخمر يتسبب في عصارات بلا عدد بالذات مع اخواتنا المسلمين مثلا؟ يعتبر ان اللي يشرب خمر يزني ويعمل اي حاجة، هو ده العقيدة عندهم كده؟ برضو تصر انك تشرب خمر؟ ونشوف تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية عن اضرار الخمر. Every year, harmful use of alcohol is responsible for 3 million deaths and 5% of the global health burden. From road traffic injuries, to violence, abuse and neglect, to diseases like liver cirrhosis, heart disease, cancers and tuberculosis, to mental health issues like alcohol dependence, depression and suicides. وبعد ما شفنا وسمعنا آراء رجال الدين المسيحي واختلافهم في تحريم وإباحة الخمور وتناقض أفكارهم وتفسيراتهم في القضية دي، نفتش الكتاب المدعو مقدس ونحاول نفهم رأيه إيه في قضية الخمر. هل بيأمر بشرب الخمر أم ينهي عن شربه؟ الحقيقة بعد الاطلاع على نصوص الكتاب المقدس لقينا نصين متناقضين تماما وعكس بعض. ففي سفر التثنية نص بيقول وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك. وده نص صريح بيأمر بإنفاق الفضة في شراء الخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك. وفي المقابل نلاقي نص في سفر القضاء بيحذر من شرب الخمر والمسكر. والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. وده قمة التناقض حتى بين نصوص الكتاب المدعو المقدس نفسه. فهل تصرف فلوسك على شراء الخمر والمسكر وكل اللي نفسك فيه، ولا تبعد عن شرب الخمر والمسكر؟ ممكن واحد فاهم يعرفنا هل الخمر في المسيحية حرام ولا مش حرام، ولا مفيش أساسا حرام وحلال في المسيحية؟ فإذا كانت الخمر مش حرام نعمل إيه في نصوص الكتاب المدعو المقدس اللي بتحرم الخمر وتنهي عن شربها مطلقا؟ وإذا كانت الخمر حرام طبقا لما ورد في نصوص الكتاب المدعو المقدس، فإزاي بيستخدمها النصارى في طقس التناول وهو طقس مقدس؟ ما نعودش نقول لا ده حرام ده حلال، ده مش عارف، لكن الاكل والشرب والكلام العبيط ده ما يعني ايوه الاكل والشرب والكلام العبيط وصلنا لمرحله ان الموضوع انت زي ما قال السيد المسيح انا ما يهمنيش بتحط ايوه انا بيهمني بتطلعه ايوه ايوه هو ده نقول بقى ده حرام ده حلال ما توقفوش قوي عند حكايه كل خنزير او شرب خمره دي حاجات بتاعتي خلاص دي حاجات عبيطه كده الواحد ما يبصش فيها ايوه يا ابوهم دي حاجات عبيطه ومحدش يدق على الحلال والحرام يعني اللي عايز يعمل حاجه يعملها من غير ما يسال عنها حلال ولا حرام وادي حال المسيحيه لكن لو قارنا ده بالإسلام هنلاقي إن القرآن الكريم بيأمرنا باجتناب الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
الأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والاجتناب من أشد درجات التحريم، يعني أمر بالابتعاد عن الخمر وكل ما يتعلق بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. مما سبق يتبين لنا الفرق الشاسع بين تشريع من عند الله يحافظ على الإنسان وعقله، وتشريع آخر مأخوذ من الديانات الوثنية لا يحرم الخبائث. لذلك سنستمر في قول الحمد لله على نعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة. اللهم إنك تفضلت علينا بهذه النعمة ولم نسألك إياها، فاللهم إن نسألك أن تثبتنا وتحيينا وتميتنا وتبعثنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.